سياسة ما بعد الحقيقة مصطلح يشير إلى الظروف أو الأحداث التي نقرر فيها أن الحقيقة تكون أقل تأثيراً في تشكيل الرأي العام. فعندما تصبح الصورة أهم من الأصل، والوهم أقوى من الحقيقة، والكذب له واقع أفضل من الصدق، ولا نفرق ما بين الحقيقة والخيال، فالصعوبة أصبحت واضحة في تقبل كل الحقائق في الحياة. فقد أصبح العالم مشبع بالأكاذيب والإدعاءات والحروب والأزمات والفقر والفساد. فماذا صنعت أيدينا؟ نحب الباطل لأن الحق ممل، وفضلنا الظلم لأن ثمن الحق غالي. فالسياسة المتبعة حالياً هي سياسة التضليل من خلال تحوير الحقائق بشكل يتناسب مع الهدف الذي نحاول الوصول إليه، بغض النظر عن المدى والنتيجة المترتبة على هذا الهدف. ففراعنة العصر تربعوا على كراسي نسيجها خيوط الوهم، واستطاعوا أن يتمادوا بالخط على عقولنا، لأنهم يصنعون حضارة الغد.